عقد اليوم الأخير من فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب مجموعة من الأنشطة الثقافية التي احتضنها فضاء الندوات، أبرزها اللقاء الفكري الذي حمل عنوان نجاحات الدبلوماسية المغربية ودورها في حسم النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، نظمته جامعة محمد بن عبد الله بفاس، والذي تناول المحطات الكبرى للمسار التاريخي الذي شهدته القضية الوطنية منذ انطلاق مسلسل التسوية سنة 1991 وصولاً لمقترح الحكم الذاتي سنة 2006 وانتهاءً برجوع بلدنا إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي سنة 2017. مشاركتنا هذه السنة كانت مشاركة متميزة، وحاولنا أن نجمع نجعل من هذه الندوة الأخيرة الندوة الموضوعاتية حول الدبلوماسية المغربية ودورها في حل النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية بشكل كبير نظرا لقيمتها الاعتبارية لدى كل المغاربة. أيضا حاولنا كجامعة أن نستدعي لهذا النشاط مجموعة من الفاعلين الدبلوماسية الرسمية في شخص سي محمد البليشكي، وأيضا دعوة الدبلوماسية السياسية في شخص سي نبيل بن عبد الله، وطبعا المجتمع المدني في شخص أستاذة فاطمة الليلي، ثم الفاعل الحقوقي. كل هذه الفئات مجتمعة لابد أن تقدم ترافعا حقيقيا من أجل الدفاع عن قضية الوحدة النسوية الترابية. لابد أن نكون شركاء على اعتبار أن الجامعة دائما كانت شريكا أساسيا في الدفاع عن وحدتنا الترابية، خاصة جامعة السيد محمد عبد الله التي نظمت ندوة وطنية وأخرى دولية حول القضية الوطنية وخرجت بمجموعة من التوصيات. حاولنا أن نكون متفاعلين مع مختلف المتدخلين في هذا الموضوع الشائك. الغاية الأولى والأساس هو الترافع الجماعي حول قضية وحدتنا الترابية. 48 سنة بعد المسيرة الخضراء واسترجاع المغرب لأراضيه الجنوبية الصحراوية، انبرى للمحاور المتعددة للندوة صفوة من المتدخلين من دبلوماسيين ومسؤولين حكوميين سابقين وفاعلين جمعويين أحاطوا بالموضوع من جميع جوانبه بالنظر لتشعبه، بدءا بدور الفاعل الحزبي في علاقته بالقضية الوطنية التي تتم على مستوى الجهة التي ننتمي إليها. ندوة اليوم ستقارب موضوع الدبلوماسية ونجاحات الدبلوماسية المغربية في السعي إلى الطي النهائي لهذا الملف، وطبعا سأحاول في هذه الندوة أن أقارب المكتسبات الكبيرة التي حققها المغرب أساسا منذ مقترح الحكم الذاتي ثم منذ الرجوع إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي كعنصرين أساسيين فاعلين في تحويل المسار وفي إحداث منعطف بالنسبة لهذه القضية، مما أدى إلى عدد من المواقف الجديدة من قبل بلدان مختلفة وكذلك من قبل المنتظم الدولي. لا بد نقول بأن احنا الصحراء حضر صوت الأقاليم الجنوبية عبر مشاركة المرأة الصحراوية التي كانت ولا زالت تترافع عن القضية الوطنية من جميع المواقع، ولعل من أكثرها فاعلية واجهة المجتمع المدني. كانت عندنا بيعة مع السلاطين العلويين. الدبلوماسية المغربية بصفة عامة عندها واحد تطور كبير 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 جدا مجال الترافع عن ملف الصحراء، بحيث ولينا انا ديما كنقول لهم كنا فواحد الفتره معينه كنا كندافعوا، دابا كنهاجموا بلغه الكره. احنا يعني في مركز قوه، الدبلوماسيه الرسميه بفضل الاستراتيجيه والدبلوماسيه الملكيه وصلنا فيها بلد بعيد، والاقتراحات الملكيه في مجال ملف الصحراء وخير دليل على ذلك تبني المنتظم الدولي كامل الاقتراح المغربي للحكم الذاتي. هنا كنضيفوا واحد بالنسبه نحن كمتدخلين في هذه الندوه، كنضيفوا واحد الشق ثاني هو دبلوماسيه المجتمع المدني المتعدد الاطياف بما فيه الدبلوماسيه الثقافيه، وخير دليل على هذا في الدبلوماسيه الثقافيه وجود 48 دوله عارضه هون بالاضافه للضيوف. هذا يدل على شيء، يدل على قيمه الثقافه والدور الكبير اللي تقوم به في هذا المجال اللي هو الترافع عن ملف الصحراء. ونقدم مذكرتنا للأمم المتحدة
لا يمكن التعاطي مع موضوع القضية الوطنية دون المرور من مسألة حقوق الإنسان ومعاناة إخواننا المحتجزين في مخيمات العار في تندوف والمسؤولية المباشرة التي يتحملها النظام الجزائري عن هذا الوضع المتأزم. حقوق الإنسان ليس كلام، قارناه بمادة مادة. حضورنا اليوم كمحاضرين محاضرتي حول مقاربة حقوق الإنسان بمشروع الحكم الذاتي بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمعاداة والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب أمام الأمم المتحدة، وبعد دراسة دقيقة تبين هناك تطابق كبير بالمعايير الدولية وفق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكولات، إذن هي تتطابق مع المعايير الدولية، ونحن كمنظمة ندعم مشروع الحكم الذاتي لمطابقته لحقوق الإنسان. هل ندعم السلام أم ندعم الانفصال؟ بل ندعم السلام ووحدة المغرب الكبير والتنمية الاقتصادية التي قادها ووجهها بإفريقيا، ومغرب بوابة إفريقيا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله. تبلورت قناعة لدى جميع المحاورين في هذه الندوة أن الترافع والدفاع عن القضية الوطنية لا يقتصر عن دور الدولة والمؤسسات بشتى تلاوينها، بل يجب أن يتملكه المواطن المغربي المنتمي لمختلف البنيات الاجتماعية والثقافية من أجل تعزيز الجبهة الداخلية، لأن المجد للوطن عند البدء والمنتهى. ندوة أخرى ذات أهمية كبيرة وراهنية لارتباطها بالقضايا السياسية الدولية تم تنظيمها في اليوم الأخير من المعرض، تطرقت لموضوع منظمة الأمم المتحدة والأسئلة المتجددة حول الأدوار. أبرزت هذه الندوة الأدوار التاريخية لهيئات الأمم المتحدة في العديد من المجالات والميادين، كما استحضرت القيم الكبرى المؤسسة لها. تغيرت ملامح العلاقات الدولية، انتقلنا من عالم ثنائي القطبية إلى حدود التسعينيات من القرن الماضي إلى عالم متعدد الأقطاب، لا زال يعني في مراحله الأولى لكنه في بداية تشكله. السود جلوبال اللي تيبان في مجموعة البريك أو تيبان في مجموعة شانغاي اللي أسسها في روسيا. وأشار المحاضرون إلى أن الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح نظراً للتطورات السياسية والاقتصادية العالمية التي فرضها ظهور قوى دولية جديدة. فكيف يرى محمد لوليشكي الدبلوماسي المغربي مستقبل الأمم المتحدة؟ الأمين العام إلى حدود 61 قال يبدأ لأن الأمم المتحدة لا تقربنا من الجنة ولكنها تجنبنا جهنم. الأمم المتحدة لها مستقبل لأنها ضرورية ولأن لا محد عنها ولأن لا بديل لها. أظن على أن يمكن التناقضات والانتقادات التي يمكن للإنسان أن يوجهها الأمم المتحدة لا يمكنها أن تمحو الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة اليوم، لأن لها دور في الدفع لحل النزاعات الدولية وخصوصا في قارتنا الإفريقية، لها دور متزايد فيما يخص دفع المجموعة الدولية للتفكير في أخطار التغير المناخي وفي الأخطار وفي التحديات الأخرى التي تجابه جميع الدول على أي حال. للمسرح نصيب من ندوات المعرض، حيث تم تنظيم ندوة فكرية تطرقت لموضوع الأسس الجمالية والفكرية وحدود التجديد. أبرز فيها المشاركون الدور الكبير الذي لعبه الكاتب والناقد المسرحي عبد الكريم برشيد في تطور الرؤية الفلسفية والجمالية لمفهوم الاحتفالية في المسرح.
فكيف ساهم تنظير عبد الكريم برشيد في تطور المسرح المغربي؟ من خلال هذا النقد والنقد المعاكس إن شئنا، ظهرت حركة نقدية في المغرب هي التي ساهمت في تحريك الراكد المسرحي إن شئنا، وبالتالي خلقت حركة مسرحية أصبح المخرجون والممثلون والمشغلون بالمسرح أنهم قبل أن ينتجوا عملا مسرحيا، وإنما قبل أن ينتجوا هذا العمل المسرحي، إلا أن يضعوا في حسبانهم أن هناك من يراقبهم، أن هناك نقد مسرحي. فأنا عشت في وطن فيه الحلقة، فيه التبوريضة، فيه الحيدوس، فيه الوشام، فيه العرس. الإنسان المغربي، الطفل المغربي كما عشنا عندما يختم القرآن. استحضر الدكتور عبد الكريم برشيد ضرورة التأسيس لمسرح مغربي مغاير وأصيل يستمد عمقه من التراث الثقافي للمغرب. فكيف يقيم عبد الكريم برشيد تطور المسرح المغربي بين الأمس واليوم؟ الماضي هو الماضي، والماضي ذهب بخيره وشره. الآن مع جيل جديد من الشباب، والحمد لله أننا اليوم المغرب تقدم كثيرا، خطى خطوات في المسرح في جميع المجالات العلمية والفنية. لدينا المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، الشباب يأخذ الدعم للإنتاج وللترويج، ولذلك السياق مختلف، الظروف مختلفة. الآن لا مجال سوى أن نبدع أكثر، لأننا استفدنا من الذين جاءوا قبلنا. نؤمن بعبقرية هذا الوطن اللي هو المغرب. لدينا كل الإمكانيات، كل الوسائل اللي يمكن حتى نؤسس مسرحا مغربيا يصل إلى العالمية. برواق وزارة الشباب والثقافة والتواصل، تم تنظيم حوار مع الأستاذ الباحث عبد الكريم القلالي الفائز بجائزة قطر العالمية لحوار الحضارات في نسختها الثالثة، عن بحثه حول موضوع دور وسائل الإعلام في الوقاية والحد من الكراهية وبناء التعاون الحضاري في أفق التأسيس لحضارات متعاونة. بالنسبة لي هذه الجائزة تعني المزيد من الطموح، المزيد من الأمل، المزيد من العمل، المزيد من العطاء، أن لا يستهين الإنسان بقدراته، أن يعمل جاهدا من أجل شق مساره العلمي والمهني، ووجه رسالة خصوصا للشباب أنه بالعمل، أنه بالبحث العلمي يمكن أن نصل إلى أي شيء، ويمكن أن نحقق أي شيء، خصوصا وأن هذه الجائزة الذين شاركوا فيها أساتذة من مختلف المراكز العلمية المرموقة، من مختلف الجامعات. المراحل التي تمر بها الجائزة هي مراحل دقيقة جدا، تخضع لتحكيم داخلي داخل الدولة التي تنظم الجائزة وهي دولة قطر، وتخضع أيضا لتحكيم خارجي. أسدل الستار عن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته 29، والذي احتضن على مدى 10 أيام أزيد من 700 ناشر يتوزعون بين عارضين مباشرين وغير مباشرين، وحضور المئات من الكتاب والمفكرين وشعراء المغاربة والأجانب، فيما حج إليه أزيد من 316,000 زائر. إلى اللقاء في النسخة القادمة.